نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعض من المقاطع التي بكل تأكيد سوف تنال إعجابكم، والتي تم تصويرها على الكاميرا، ولولا أن تم تصويرها لما صدقها أي شخص. ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هيا بنا نبدأ. هل لديك أي تفسير لما يحدث في هذا المقطع؟ حيث إن النار تظهر خلف هذا اللوح الزجاجي، ولكنها لا توجد عندما تبتعد من هذا اللوح الزجاجي. هكذا كان هذا الثعبان قادراً على الخروج من الحقيبة، وهذا ما كان يسبب الإثارة في عملية صيده. هذا الانهيار الجليدي الذي تراه أمامك كان الإنسان هو السبب فيه، وأدى إلى تدمير أجزاء كبيرة للغاية من هذا الجبل الجليدي. А он стоит вон тупо на речку смотрит. Ну, какой-то выпущенный откуда-то. Киса, кис. Иди удочку чирну. Иди гуляй, иди. Вот это машина, ребята, я вам говорю. Я просто в шоке. Там будка, я не знаю, три наших. Он тупо просто вот просто сидит. Походил минут 10, пока мы удочки раскладывали, наблюдал за нами в кустах. Ему интересно, он молодой, походу, я не понимаю, в чем дело, просто. Вон он пошел. Унюхал что-то гарь машины, видать. Он уже ходится. Это просто. Это. Да Дим, он просто идет. Посмотрите, какая красота. Это просто вообще. Он какой-то пакет взял, жрет, он ведро забрал, слышишь? Ведро забрал, отдай ведро! Нет, забирай удочку, поехали! Ведро! من الواضح أن الشخص الذي كان يصور هذا المقطع يتمتع بشجاعة كبيرة جدا، وهي التي جعلته يقف أمام هذا التمساح ويلتقط هذه المشاهد المرعبة عن قرب. What do I do? Nicole! Nicole! You're not supposed to put that kid! What do I do? It's not stopping! What do I do? It's not stopping! I don't... What do I do with it? ينفق العديد من الناس أموالا باهظة من أجل الحصول على حمام طين، ولكن هذا السائق استطاع الحصول على هذا الشيء بأبسط الأموال. Hello, darkness, my old friend. على
على عكس العادة، لا يبدأ هؤلاء الرجال يومهم بتناول كوب من القهوة، بل يقومون بمحاولة حل هذه المعضلة الكبيرة. قام هذا الرجل بتدمير مجال الطاقة في هذا الملعب بهذه الطريقة. يوضح لك هذا المقطع كيف كانت هذه القرود تتدافع على الطعام مثل ما يحدث في يوم الجمعة البيضاء. تخيل أنك تواجه أمامك هذا الثعبان الخطير والمرعب في إحدى الأيام عندما تتجول بالسيارة. ما الذي سوف تقوم به؟ يعتبر هذا المشهد واحد من المشاهد الخطيرة جدا، حيث فيه كانت هذه المنازل تتأرجح بهذه الطريقة بسبب حدوث هذا الزلزال في هذه المنطقة. هذا الشخص الذي كان يقوم بتصوير هذه المقاطع كان يتعامل بطريقة هادئة للغاية، كما لو كان لا يتعرض للتهديد الخطير جدا من هذا الفيل الذي كان يطارد هذه السيارة وكان على وشك تدميرها وإلحاق الضرر بها بكل ما كان يوجد فيها. بفضل ما فعله هذا الرجل، حدثت الكثير من الحوادث بين سائق السيارات وبين المارة في هذا الشارع. على الرغم من اقتراب هذه المياه بسرعة كبيرة من هؤلاء الشباب، إلا أنهم كانوا يخاطرون بحياتهم من أجل تصوير هذه المقاطع لكي يتم نشرها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا الميكانيكي قام بإنقاذ السيارة قبل أن تصطدم في هذا الحاجز، وذلك لأن صاحب هذه السيارة نسي استخدام فرامل اليد. من المؤكد أن هذا الفيديو لو تم انتشاره في عام 2020 سوف يصيبك بالرعب الشديد، وذلك لأن هذا الخفاش كان يعتبر مصدر رعب كبير في هذا العالم. من الواضح أن هذه الشاحنة كانت ترغب في الانتقام من هذه السيارة، ولهذا قامت بعمل هذا الشيء. هل لديك الجرأة على الوقوف في المياه بين هذا العدد الكبير من أسماك القرش كما فعل هذا الغواص؟ هذا الشيء يؤكد على مدى سوء الحظ الذي يتمتع به هذا الشاب، لأنه كان يحاول إنزال هذه الكرة، ولكنه انتهى به الأمر بالنهاية بوضع الحذاء الخاص به بالأعلى في مشهد مضحك جدا. هذا المطعم يقوم بتقديم الخبز المحمصة المقرمشة، ولكنه يحتوي على الكثير من قطع الزجاج، وذلك بسبب الخطأ الكارثي الذي حدث مع هذه الفتاة. هذا الشاب كان يحاول الصيد في أمان، لكن حدث معه هذا الموقف الذي جعله يقفز في المياه من شدة الخوف. هل تتمنى تجربة هذا الشيء مثل هذا الشاب والمرور من داخل هذه القنوات المائية؟ هل كنت تعتقد أن هذه القطعة المعدنية عبارة عن جزئين منفصلين عن بعضهم البعض كما حدث في هذا المقطع؟ هكذا كان هذا الرجل يشعر برغبة شديدة للغاية عندما شاهد أمامه هذا الأسد يقترب منه بهذه الدرجة. هكذا استطاع هذا الطفل التصرف بذكاء مع عامل الآيس كريم المستفز. قبل 70 مليون سنة كانت الهوايات لا تزال بنفس الطريقة، وهذا ما حدث في سباق الديناصورات هذا.
هذا هو العمل الجماعي الذي يبحث عنه أي مدير حول العالم. من المؤكد أنك ترغب في معرفة كيف استطاعت هذه الفتاة القيام بعمل هذا الشيء في عينها. يبدو كما لو كان مشهد تم تصويره في بعض الخلع السحرية. هكذا كان هذا الرجل قادرا على تخفيف الكثير من الضغوط والآلام التي يشعر بها أثناء العمل عن طريق الصراخ بهذه الطريقة. من الواضح أن هذا هو السبب الذي يجعل المراحيض العامة لا تحتوي على أوراق تواليت. هذه الموهبة التي يتمتع بها هذا الرجل والتي تجعله يمتلك ليونة لا مثيل لها في المفاصل تجعله قادرا على المشاركة في أفضل أفلام الرعب. لا يجب على هذا الرجل محاولة إصلاح زجاج السيارة الأمامية، لأن هذا سوف يؤدي في النهاية إلى تدمير الزجاج بالكامل. كيف استطاعت هذه الفتاة تناول الطعام بهذه السرعة الكبيرة؟ رغم إعاقة هذا الشاب إلا أنه يمتلك روح دعابة لا مثيل لها، وهي التي ساعدته على تصوير هذه المقاطع المضحكة للغاية والقيام بعمل هذا المقلب في صديقه. هذا الشيء الذي تراه أمامك في السماء هو أثر إطلاق إحدى الصواريخ من قاعدة بايكانور الفضائية، وهو ما يؤدي إلى حدوث هذا الشيء الذي يثير الفضول وإعجاب الكثير من المشاهدين. هكذا قام هذا الحلاق بتنفيذ ما تراه عينيه دون محاولة التفكير في حل أي شيء، ولهذا قام برسم هذه العلامة التي هي عبارة عن علامة تشغيل المقطع ليس أكثر. هذا الشاب الذي كان يقود السيارة يعتبر واحدا من الأشرار الذين نراهم في الأفلام المشهورة. كيف يمكن لها تنظيف كل هذه الملابس في صباح هذا اليوم؟ يا
يوضح لك هذا المقطع مدى الصعوبة التي يواجه هذا العامل عند العمل على سطح هذه السفينة. يعتبر هذا المشهد واحد من المشاهد الرائعة للغاية التي تنال إعجاب الكثير من الناس بسبب التزامن في هذه العملية في نفس المكان. لو كنت مكان هذا الشاب داخل هذا القفص وكانت سمكة القرش تحاول الاقتراب منك بهذه الدرجة، ما الذي سوف تقوم به؟ لماذا يمتلك هذا النمر ألوانا مختلفة للغاية عكس باقي الألوان التي نعرفها عن النمور؟ يبدو أن هذه الشاحنة لديها قطع الغيار هذا، ومن الواضح أنها لا تحتاج إليها. أعتقد أن هذا كان يحدث مع سائق السيارة قبل تركيب الزجاج الأمامي للسيارة. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.